على غرار باقي المدن المغربية، سواء اللي غادي تحتضن المباريات كأس العالم وهي معروفة، أو المدن اللي غادي تكون يعني محطة إقامة الفرق، لأن في التقديم تاع الترشيح المشترك كاين زوج الجوانب، كاين مدن تحتضن مباريات كأس العالم ومدن غادي تكون محتضنة للفرق وللوفود. فبطبيعة الحال كاين مجموعة من المشاريع التنموية في جميع المجالات، بالإضافة إلى الملاعب بطبيعة الحال غادي تحتضن، كتهم البنية التحتية ولا جميع المرافق لدى الإيواء إلى غير ذلك. اليوم كاين اجتماعات بحضور كافة المتدخلين في مقرات الولايات، هذا الاجتماع الثاني بعد فاس البارح، سنواصل إن شاء الله هذه الاجتماعات. الهدف منها هو الوقوف عن كتاب والتتبع للإنجاز هذه المشاريع حسب واحد الأجندة معين ليلزمنا جميعا. بلادنا دخل في مجموعة من التنظيمات لأكبر تدورات تنطلق من السنة المقبلة إن شاء الله إلى حدود سنة 2030.